استضافت بيروت فعاليات المسابقة السنوية الثانية للبرنامج العالمي لعلم الحساب الذهني، والتي شهدت منافسات بين أكثر من 200 طالب وطالبة من مدارس لبنان، العراق، فرنسا، الكويت، الكاميرون وغيرها من الدول الأجنبية. وقد حاز الطلاب الفائزون على جوائز مالية ومعنوية وحسومات على السفر للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس والبطولة العالمية المقبلة في بالي. الفريق العراقي حصل بشكل خاص على تكريم للمشاركة الكثيفة ونيل المراكز المتقدمة. اليوم بمسابقة بيروت 2023 ومسابقة بريني كيدز 2023 عندنا 234 طالب، من بيناتهم 22 طالب عراقي. هيدا الوفد اليوم لما اجى لعنا على لبنان وبعد تجربة سنة ببرنامج بريني كيدز بعديد من المدارس ببغداد، اصبح اليوم مستواهم يسمح لهم خلال سنة فقط بانه يقارعوا طلاب العالم هيدا المستوى الأول. فهيدي المشاركة الكتير كبيرة، حتمت علينا أنه نكرم هيدا البلد اللي فيه كتير نماذج وعباقرة وفي عنده كتير مؤهلات علمية وكوادر علمية. هيدا البرنامج ساعدهم أنه يطوروا هيدي المهارات ويبرزوها أكثر. يعني الطلاب العراقيين ما شاء الله اليوم حصلوا المراكز الأولى يعني بالمسابقة، وألف ألف مبروك لهم يعني، وفاجئوني يعني بصراحه انا تفاجئت. حصلنا 5 طلاب من ادنى حصلوا تشامبيون اوف تشامبيون، واثنين طلاب حصلوا المراكز الاولى، واربع طلاب حصلوا المراكز الثانيه، وبقيه الطلاب 4 أو 5 حصلوا المركز الثالث بالمركز الرابع. برنامج الحساب الذهني ينمي قوه التركيز والانضباط لدى الاطفال، ويساعد على تعزيز الثقه بالنفس والاقبال على التعلم بشغف اكبر، كما ينمي مهارتي سرعه الاستجابه والبديهه. أنا كتير مبسوطة بهيدي الميدالية، عم بشتغل كتير بالبيت للحسابات. مستوى الطلاب كتير 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 عالي، يعني فوق الخيال. 4 5 4 3 8 9 8 2 3 ready done 46 50 زائد 20 زائد 30 زائد 10 زائد 15 زائد 13 done. That's it. 138. 1 + 5 + 3 + 4 ناقص 3 10. أني هماتي أن أشكرك يا حلو يا بطل. هو كان ما يحب الحساب الذهني ولا الرياضيات، من حبه للمادة وإلي حب الحساب الذهني واخذ المركز الثالث، وإن شاء الله ياخذ المركز الأول. قد إيه أنت مبسوط بهيدي النتيجة؟ شو بتقلها لمس إسراء؟ كل شو. أنا أشكرك هواية. قدرات ذهنية متقدمة جدا برهنها الطلاب المشاركون في البرنامج العالمي لعلم الحساب الذهني، والذي يرفع المستوى العلمي لديهم في أجواء لا تخلو من الترفيه والمنافسة مع زملائهم. لصباح الخير يا عراق، سالي كرفلي، بيروت.